لماذا يفجر شاب مسلم في ريعان شبابه يمتلك الحياة بعرضها ووسعها كي يعيش من أجلها؟ كيف ولماذا يفجر نفسه في حافلة مليئة بالركاب، في حافلة مليئة بالأبرياء؟ طيب. الدين في بلادنا هو المصدر الوحيد للتربية، وهو المنهل الوحيد الذي شرب منه هذا الإرهابي حتى ارتوى. هو لم يولد إرهابيا ولم يصبح إرهابيا بين ليلة وضحاها. التعاليم الإسلامية هي التي ساهمت في حياكة نسيجه الفكري خيطا خيطا، ولم تسمح للمصادر الأخرى، أقصد المصادر العلمية، أن تلعب دورا في هذا التصنيع. هذه التعاليم هي التي شوهت هذا الإرهابي وقتلت إنسانيته، وليس هو الذي شوهها وأساء فهمها كما يدعي بعض الجاهلين. عندما تقرأ على طفل لم يتجاوز بعد سنوات عمره الأولى الآية التي تقول أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، بغض النظر عن تفسير تلك الآية وبغض النظر عن أسباب نزولها والزمن الذي نزلت فيه، تكون قد خطوت الخطوة الأولى في طريق صناعة إرهابي كبير. لقد تساءلت الضيفة من أمريكا، كيف يقدم الشاب على تفجير حافلة؟ ليتها تساءلت كيف يقدم رئيس على قنبلة شعب آمن في العراق؟ كيف يقدم رئيس على مساعدة سفاح فلسطين المحتلة؟ لماذا لم تسأل أين نشأ هتلر الذي قتل وقتل نحو 60-50 مليون بريء؟ لماذا لم تسأل أين تربى الذين ألقوا بقنبلتين 2 ذريتين على اليابان؟ من الذي قتل 3 ملايين فيتنامي بريء؟ من الذي أباد الهنود الحمر؟ من الذي حافظ على الاستعمار إلى يومنا هذا؟ من الذي أجرى الحرب الإسبانية الأهلية التي أتت على 600,000 نسمة خلال 36 شهرا؟ لماذا لا نتساءل هكذا؟ من الذي يملك أكثر من 15,000 رأس نووي؟ المسلمون أم غير المسلمين؟ المسلمون أم الأمريكان؟ المسلمون أم الأوروبيون؟ نريد أن نجاب. أين تربى بوش لتقول لنا بأن التربية هي التي تجعل من الإنسان مجرما؟ القتل إرهاب في كل زمان ومكان، ولكن عندما يأتي بفرمان من الله الأمر يختلف. الحروب الصليبية التي يتحدث عنها أستاذنا، هذه الحروب جاءت بعد التعاليم الإسلامية وجاءت كردة فعل لهذه التعاليم. إنها قانون الفعل وردة الفعل. التعاليم الإسلامية حضت على رفض الآخر، حضت على إلغاء الآخر، حضت على قتل الآخر. ألم تحض على قتل اليهود والنصارى؟ إذا سمعنا أن قبيلة في أقصى أقاصي الصين لديها كتاب مقدس وليها تعاليم تصر على قتل المسلمين، هل سيقف المسلمين مكتوفي الأيدي حيال هذه التعاليم؟ الحروب الصليبية جاءت بعد التعاليم الإسلامية، وعندما كانت وعندما نزلت هذه التعاليم الإسلامية لم تكن أمريكا على سطح الأرض ولم تكن إسرائيل في فلسطين. لماذا لم يتكلم عن الفتوحات الصليبية، عن الفتوحات الإسلامية التي تمت قبل كل هذه الحروب الذي يتكلم عنها؟ لماذا لم يتكلم عندما اقتمحها مطارق بن زياد بجيوشه الأندلس وقال لهم البحر من أمامكم والعدو من ورائكم؟ كيف تقتحم بلدا آمنا وتعتبر جميع سكانه الآمنين تعتبرهم أعداء لك بمجرد أنك تمتلك الحق أن تنشر دينك؟ هل يتم نشر الدين بالسيف والقتال؟ من الذي اخترع الاسترقاق في القرون المتأخرة؟ من الذي استعمر الآخر؟ أنحن أم هم؟ هل الجزائر هي التي استعمرت فرنسا أم فرنسا هي التي استعمرت الجزائر؟ هل مصر هي التي استعمرت إنجلترا أم أن إنجلترا هي التي استعمرت مصر؟ نحن الضحية. أنا لا أقول بأن ضرب الأبرياء شيء جميل، أقول بأن الأبرياء ينبغي أن نحميهم جميعا، ولكن في نفس الوقت علينا أن نبدأ بأبرياء المسلمين.
أبرياؤنا بالملايين وأبرياؤكم وهم أبرياء بالعشرات أو بالمئات وفي أقصى الحالات بالآلاف. هل تستطيع أن تفسر لي قتل 100,000 طفل وأمرأة ورجل في الجزائر بأبشع أساليب القتل؟ هل تستطيع أن تفسر لي قتل 15,000 مدني في سوريا؟ هل تستطيع أن تفسر لي الجريمة النكراء في مدرسة المدفعية في مدينة حلب السورية؟ هل تستطيع أن تفسر جريمة حي الأزبكية في مدينة دمشق السورية؟ هل تستطيع أن تفسر هجوم الإرهابيين إلى قرية الكشح الآمنة في صعيد مصر وذبح 21 فلاح قطي؟ هل تستطيع أن تفسر لي ماذا يجري في أندونيسيا وتركيا ومصر مع العلم أن هذه الدول إسلامية وعارضت التدخل الأمريكي في العراق وليس لها جيوش في العراق لكنها لم تسلم من إرهابهم؟ كيف تفسر هذه الظواهر وقد حدثت في بلاد عربية؟ هل كانت انتقاما من أمريكا؟ هل كانت انتقاما من إسرائيل؟ أم كانت إشباعا لغرائزهم الحيوانية المتوحشة التي أثارتها تعاليم تحض على رفض الآخر، تحض على قتل الآخر، تحض على إلغاء الآخر؟ عندما قبر صدام حسين 300,000 شيعي وكردي تحت الأرض أحياء، لم نسمع مسلما واحدا يحتج على هذا العمل. ألم يكن سكوتكم اعترافا بشرعية هذا القتل؟ ماذا تريدني؟ هل تريدني أن أطعن بالمجتمع الأمريكي؟ أنا لم أقل يوما بأن أمريكا هي مدينة أفلاطون الخالدة، ولكن قلت وبصراحة أنها مدينة وفاء سلطان الخالدة. مثالية المجتمع الأمريكي كانت كافية لأن تتيح لي أن أمارس إنسانيتي. مع الهنود الحمر. هذا البلد خائفة. مع الهنود الحمر. مع الهنود الحمر. مع بقايا الهنود الحمر. مع بقايا الهنود الحمر. ماذا تقول في الهنود الحمر؟ بس دقيقة يا دكتور. كريستوف كولومبوس اكتشف أمريكا عام 1492. قامت أمريكا عام 1776 بعد حوالي 300 عام. لا تستطيع أن تتهم أمريكا كدستور ونظام وكدولة بأنها هي التي قتلت الهنود الحمر.